العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بشير رمضان إهبين دويت بلا شديد أن سويدين إني وحد ركتانين يفور رصتي حق دماتك إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنين عمل صالح وحي أن سمينا إنت أتكتين ونقا أقبله خلد يقف وحين وقلين ربي بين كبرين أن نوضاف إنت أردين إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنين نولل عافي ما القب يا عبادي سين ونقو قارسيو قف كستو مسلمي وقت قاعد عفايين وكو عبر قاتايا لقدبون هبين كستو وطقا يا مالين كستو كو إدارة وحي كو دويسي حق آخرية قبرقا وحي كافو قيسي الدوية ده وحي سو دويسي جزاقاقي أبال مرين تادي يا حساب تلو حسابين أي قفك مسلم كاهي وإن أرنت نوع حاسية حصوصي سوء غيري دي آخرة صابنا يقولنا قطاع الدنيا لنو كسعي قاطه وعمل في عنا يوم القيامة أنفعاء لي مادة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وحهر باقي نقون عند ما نهين إلهي أرتي أدون كان فعي مالك لقو بدباديو درجو إنك سرنا لقو قاري أيام ودن عمرك لقو بحيو شو ديك يددال كنين لسقو قيو وحافرده نصو صاري نقو سودو عباد الله طولنك يدن بي بشر رمضان رمضان ودمي وشار خير ورحمة وبركة وفضيلة ومغفرة وعتق من النار طبعاً كاسين رمضان بي أفضل بديهين وتاج رمضان وذروة سنامها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسقوا يقين سنا وصدبان أورما يسنا طبعاً كاسي قيمها إليهين يين إليهين مالمها الدنيا طبعاً كأفضل بديهين وحود دالي كريسي كبديهين شدود دالي كري رمضان انتهي ذكره عائشة رضي الله عنها وحي تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غير رواه مسلم رسولك عليه الصلاة والسلام طبعاً كدما مركي سوقلان دادالك وابدن تري دادالك يسو انتي هوري وكبدن تري دادكو ما انت وحي وبدن يهين ربضان معلمة معلمة كدن بيسا إلي كوه سدان ويكا عاجزان ونفتوض أي كسو جيسة عبادتك يوحي أي أهيد إن لقد داله نبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا كدن بمركي صوت قلان بود دالك يسيكر لكري ديت أي صلاة وتكدية قرآن وآخرية ذكري يدعو صدقه لبحو قودهان عمل صالحة وكد داله تسوحي نحسو سنة طبعا كدن بفضل قبضان إنا إنو نفتك لدك على نوع عاجزك إيا وحسك إيا كما قست إيا كسو جيسة شد عباداتك وطبعا كان دادالك وبدنا إنو سمينو دادالك إنتي وراء إنو كسي بدنو عايش رضي الله عنها إيا دو إنو سورين إيا دادالك رسولك طبعا كدو مركي سوق لها واحد تري كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهل رواه البخاري ومسلم طبعا كدما مركي سوق على رسولك عليه الصلاة والسلام كنت كايوات كي سجري وحكا سلو عبادة كمش قولين يبو كفو قان جري عبادة تفحيدا جري هبين كان وحو كن ولين جري إنو عبادة كسو جيدا هبين كوردن هبين نذك لي سنت كوردن رسولك عليه الصلاة والسلام ساعد واسيحا جري ساعد نوا عبادة سن جري لكن طبعا كدما مركي سوق قلان هبين كوردن رسولك عليه الصلاة والسلام عباده كسو تشيدي تشيري
وحكى رسولك عليه الصلاة والسلام كد ذلك جري خيرك يا وناقة أهل كيسة يرير كيسونا كلاقة يبقلع عبادة يكودي رجل انجري ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وتوسين جري طبعا كان ولا ليال فضل قارة وحيابها وصية لي وحكم ذا وحكو جراها بينك قيمة أبدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هبين كوه الرئيس بشر رمضان اي صوغ الشو ذاتك مسلمين تاو حسوس انشيري اسلامر كانوا كودي رجال انشيري كوه هبين كاهلا اي كغني ميستا اني كم النقدان ورسولك عليه الصلاة والسلام وحو صحابة كوه انشيري مرك رمضان بلا طوع اتاكم شهر رمضان بشي رمضان بايلي صوغ الشي وحورا انشري فيه ليلة خير من ألف شهر بشهر رمضان وحاكو ترى بين كخير بدن كن بلو بمعنى عملك الله السمائي وكخير بدن يهي عملك كن بلو الله السمائي من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم وفك بين كخير كيسا كقضاء بركات كإلهي يرحمات كيسا يدن بداف كيسا يا نار كحورين تا يا درجوين كإلهي سبحانه وتعالى وبحنا يا باباهان قف خير ودن كقضي ويا أمور النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحين أشجع بين كاسير وكشرة طبعا كدم بشر رمضان وحين أنتري تحر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر هي كرادية طبعا كدم بشر رمضان أنا طبعاً كعبادة كده دالة وهبين كعبادة كنا ولاية وكسوة جيدة سيادو لك ولانتان ليلة القدر قوادو وفقدان وحاو سيقار رسولك عليه الصلاة والسلام وفرت وقفي قتيري تضباد بشاو الدنبية فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر قف كابين كالرادين عبادة يددال كباد الدونية طبعاً كدام بيه الربادان كرها ديبو رسولك ورن كري وحسي قار رسولك عليه الصلاة والسلام وعن ربابي كري هبين نترودو اي كالدمان تاهي كوب يلا واتنك اسدحي يلا واتنك شني يلا واتنك تضبي يلا واتنك سقال يلا واتنك وحو رسولك عليه الصلاة والسلام ورن كري سيدة عايشة اي كوريسي تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري ومسلم ليلة القدر جاء هبين نذا تراود كلا ديمان تاعي اتوران كرمضان الدم بكم مدة كرادية وهبين نذا الدلال ديراد اللي ما دبر رسولك عليه الصلاة والسلام ورد شري وح الرسولك مركله وتلمام شري إن يدعي كرتها بين كاسير وكشروا هبين تردي سواي بوحدة وتري أنا هاي لا 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 بيا لا تنكون غن كرا أفري لا تنكون غن كرا ليحي لا تنكون غن كرا سيدي الله تنكو نغن كرا وصدن كرا رمضان بو ليلة القدر بو نغن كرا وكيري رسولك عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان ليلة القدر يكرا هدية هبين كرا رمضان الدنبية وحكى رسولك عليه الصلاة والسلام وورن كري هبين كاسي وحا ونغن يا مودعيا مركا يهرسيهين سقال مركي أرسيهين تضبع مركي أرسيهين شن مركي أرسيهين صدح ساسو رسولك عليه الصلاة والسلام تلمام كري هدي بيشو كل ما أطو صدن هبين لذا سويتر لين قرية ترك لديمان هدي سقالي لواتن كل ما أطنا هبين لذا سواحي نقرية هبين لذا ترذب وحداء إردبا كا أيها المسلمون عباد الله هبين كاسي قيمها بدن قف كستو مسلم وقلبي سيمان كتيرا وين الددالو وحلقو الددال يا نادو يرادين معها وحلقو الددال يا واخيرا لو الددال يا اخيرا لو صايقا دنيا دم بداف بال الرادين يا رحمة الله هبين كاسو الدقيسة أي قف نفتي سو بندقيا بركات كربي سبحانه وتعالى أي أدون كرادين يا وحال قد ذلك يا وصلاة وحال قد ذلك يا ودعو وحال قد ذلك يا وحس إلى عيلة حصة
waxaa lagu dadaalaya waa qur-aan la akhriyo, waxaa lagu dadaalaya waa sadaqad lala baxo, waxaa lagu dadaalaya wanaag la isfaro, waxaa lagu dadaalaya waa qaraabada oo la xidhiidhiyo. ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu habeenkaasi ina gaadhsiiyo, dadaalkiisana ina waafajiyo, barakooyinkiisana inala kulmiyo. aquulu qawli hada wastakfiru llaha lii walakum. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحين لقدبون فرصدها خير يكلمها سائق هذا الشو إلهي سبحانه وتعالى ونوغن حريستوين وسور تقليي قدر كود يقيموه ذين ينقرنه inta aanay iman maalin waliba, maalin qof waliba qiimaha ay leeyihiin u garan doono, laakiin garashadaasi waxbaanay u tarayn. aynu ku cibro qaadanno dad badan oo walaalaheen ahaa oo bisha Ramadaan dhexdeeda geeriyooday, oo maalmo adigu aad gaadhay iyagu aan gaadhin. aynu ku cibro qaadanno waana aynoo noqoto inay dhici karto toban dambe inaanay ku soo marin, bal toban kaba inaanad gaadhin. hadda niyo fiican la kaalaysi, niyada lagugu ajirsiiyo haddaad gaadhi weydo, ama ka faa'idaysigood cudurdaarowgii uu kuu suurtageli waayo. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommaha wanaag go'aansada ee cudurdaaruu ka hor istaago fadligiisa waxaa ka mid a inuu kaa jirsiiyo. tobankaa Ramadaane dambe habeenkaasi ku jiraa waa habeen qiimo badan. ilaahay baa qiimihiisa ku muujiyey kitaabkiisa, nebi maxamed baa ku qeexay axaadiistiisa. horta waa habeen barakaysan. inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka innaa kunnaa mundiriin. mubaarak macnaheedu waa maxay? wamaa kaana sababan lilbarakati fii gayri, waka sabab u noqda barako cid kale ay hesho. habeenkani wuxuu sabab u noqonayaa qofka dadaala ee guntiga dhiisha iskaga dhiga khayr fara badan oo ilaahay iyo xagga ilaahay ka yimi oo sugnaada inuu la kulmo. habeenkan qiimihiisa waxaa muujinayaa inuu yahay habeenkii ilaahay uu bilaabay soo dejinta qur-aanka. innaa anzalnaahu fii leylati lqadr, waxaanu soo dejinay habeenkaa weyn ee qadarkiisu uu sarreeyo, qiimihiisuna uu weyn yahay. waa habeenka ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo hore wax walba u qadaray sanadka waxa dhici doonana si gaara ilaahay uu xulay u qadaro. fiiha yufraqu kullu amrin xakiim, arrin kasta oo xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo fulay habeenkaasi ayaa lawxul maxfuudka laga soo soocaa oo laga soo saaraa, gooni looga saaraa wixii sanadkaa dhici doona. waa habeenka malaa'igta u tirada badani dhulka ay u soo daadegaan. se nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxay la soo degayaan waa raxmadda ilaahay iyo barakadiisa. tanazzalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha biidni rabbihim, ilaahay baa amray inay soo daadegaan. waxay la soo degayaanna waa khayr iyo wanaag, addoommaha ilaahay cibaadaysanaya inay ugu duceeyaan raxmadda ilaahay iyo dambidhaafkiisa. habeenkaa qiimihiisa waxaa tusinaya waa habeen addoommaha ilaahay ee ilaahay subxaanah wa tacaala cibaadada u khaalis yeelay, ilaahay subxaanah wa tacaala shaydaanka sharkiisa uu ka nabadgeliyo. min kulli amrin salaam hiya xataa matlaci lfajr, waa habeenka ilaahay subxaanah wa tacaala qofka salaatu leyl u kaca dembigiisii hore ilaahay u dhaafo. man qaama leylata alqadri, buuri nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembi, habeenada Ramadaan oo dhan qofka salaatu leyl tukada waa loogu dembi dhaafaa. laakiin leylatu lqadriga dembi dhaafka lagu helaya waa mid khaasa oo fadli dheeraada ka wata oo dheer dembi dhaafka salaatu leylka habeenada kale la tukado lagu helaayo. habeenkaasi qiimaha badan qofka muslimka ahi ama tobanka qiimaha badan guud ahaan iyo habeenkaaba hadda waa inuu go'aamo fiican usii yeesho, qorshe uu kaga faa'iidaystana waa inuu sii dejiyo,
وجدول قفك مسلم كاي وين وصنايستو الرماه الدويانة وين لك مشغولين بر لا يبين هي من لا يبسني وحلميضة انت هلا قارن بها في عن قفك هولها الدويو يا بين هذا قيمها بدل مشغولين كرا إنه مال إسكسي صاروا وإسكدا مايو إلى أبين سبحانه وتعالى ويدي سنين أبين كانوا نوافتشيو إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن كيدن بقدافة أيين نفه أن أي والد كان أي مسلمين طوراً بد مدافع ويديننا إلى هو قراها يقى النار كحره إلى هو أديقى الدوما هاقى عدى الدوم تأيه كم إذا النار تكحره إلى النار نكحره إلى هو قوة جندهات قيسن وقدر إلى هو انت وانو دنبابي نوانو قرصنا إلى هو نو دنبداف إلى هو نو دنبداف إلى هو نو دنبداف إلى هو ليلة القدر نوافتش إلهو بركوين كيسا يد مداف كيسا يرحم ذا سودة شيسو إلهو نلقلمي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي بإذن سبحانه وتعالى كبرينا مسلمين تحنو سنة يوردن إنو شافي حنوك وكدو القاضو إلهي حنوك وكدو القاضو عافيمات سريعنا ربي سبحانه وتعالى هو قبدلو إلهي سبحانه وتعالى كوا مسلمين تيردنتين هون حريستو قبورا هون نوريو إلهي الباب جنده وقفر عذاب القبر هي النار تبر ربي سبحانه وتعالى كبد باديه إلهي مسلمين تكوود الله يحدي اللومي أصانوني كوود الدين تجالي كقسقان هوا فجي الدين تيني برتان وربي سبحانه وتعالى جالي كسارو إلهي بينو كبرينا مسلمين تينو مدايو وقلوب تود حق وسقوقيو وتفرار قي قيبسا كإلهي سبحانه وتعالى وكسارو ولا التني مدى إيمانك كدلتي إلهي سبحانه وتعالى وودا حيسيي يا ربي سبحانه وتعالى مدسكو حدا وكدغي ان وحوجي يا ربي سبحانه وتعالى الكبرينا اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.